مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معنا في لقاء الرأي. رجع المجلس مرة ثانية ورجعت أجواء مجلس الأمة، وعدنا مرة أخرى إلى أعضاء ونواب مجلس الأمة. من اللحظة الأولى منذ أن أقسمت الحكومة قدم النواب أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري الاستجواب لسمو الرئيس، وما زالت هناك تهديدات باستجوابات أخرى لهذه الحكومة. أي من اللحظة الأولى كان في استجوابات. الناس انقسمت بين رأيين، هناك من يقول أعطوهم الفرصة ولننتظر نشوف يمكن الوزراء يطلع منهم شيء، على الأقل الوزراء اليدد، وفي رأي آخر يقول لا، بعد هذا الكم من الوزارات لنفس الشخص لسمو الرئيس يجب أن نضع حد لهذه الحكومة منذ اليوم الأول. دكتور حسن جوهر هو ضيفنا اليوم. الدكتور حسن جوهر وقف مرة مع الحكومة ووقف مرات ضد الحكومة، نبي نعرف رأيك بالفترة المقبلة. دكتور حسن جوهر حياك الله معنا. الله يحييك. يا هلا ومرحبا بالدكتور. الدكتور، الحكومة الجديدة أقسمت اليمين الدستورية منذ أيام، وصارت هي الحكومة الرسمية السابعة للشيخ ناصر المحمد. بشكل عام بشكلها، شلون تلقيت خبر إعادة التكليف والحكومة الجديدة، وكيف ترى ما بعد أداء القسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية يجب أن نميز بين أمرين، بين الإجراءات الدستورية في اختيار سمو الرئيس وكذلك تشكيل الحكومة، وهذا طبعا حق أصيل لصاحب السمو، وحق آخر لسمو الرئيس بأن يختار فريق العمل. صحيح. وهذا لا ينازع أحد، يعني أصحاب القرار في هذا الشأن. ولكن من حقنا أن نقيم، ومن حقنا أن نحلل، ومن حقنا أن نتنبأ وفق التشكيلة اللي تصير دائما وتبعاتها على الساحة السياسية وعلاقة السلطتين وما يتلو ذلك، يعني من تبعات على مستوى الأداء، على مستوى العمل، على مستوى تنفيذ القوانين، على مستوى الأطروحات اللي الناس تتوقعها ولها طموحات إزائها. فأنا بتكلم عن الشق الثاني. تفضل. اللي هو تحليلي الشخصي المتواضع للتشكيلة الحكومية. يمكن بشكل كبير وواسع جدا حسب ما أنا تلمست، يعني سواء في المنتديات، سواء في الصحف من أقلام، سواء من قبل النواب أو سواء من الدواوين. أنا شخصيا يمكن وثقتها في أحد المقالات أن لم نشهد حكومة يتم التندر فيها بهذا الشكل كالحكومة الحالية، مع طبعا كل احترامنا وتقديرنا لأشخاص الوزراء وسمو الرئيس. بسبب، ولكن نعم السبب أنا يعيلك فيه. السبب الرئيسي أن حكومة طولت فترة تشكيلها 40 يوم. وهذه يمكن سابقة لم تحدث في حتى في الدول العظمى، وحتى في الدول اللي يكون فيها خلافات سياسية وتحتاج إلى ائتلاف حكومي أو تحتاج إلى تحالفات وإلى حكومة ائتلافية. يعني حتى في هذه الدول لا تتطلب هذا الوقت. النقطة الثانية أيضا حسب معلوماتنا أن لم يتم يعني مشورة أحد في تشكيل الحكومة، لا من شخصيات ولا من قوى برلمانية، وهي الركيزة الأولى اللي يجب أن بس تكون. معنا بعض النواب كانوا عند سمو الرئيس قبل. نعم، أنا اللي سمعته مباشرة من أخواني النواب أن من ذهب إلى مقابلة سمو الرئيس ذهب بناء على رغبته الخاصة، هو طلب مقابلة سمو الرئيس وليس العكس. نعم، هذا اللي حد علمي ومتأكد منه، وتقريبا الغالبية العظمى ممن يعني التقيت فيهم ذكروا لي هذه الحقيقة، أنه راحوا بناء على رغبتهم الشخصية منهم شخصيا. نعم. البعد الثالث يعني لنراجع أسباب استقالة الحكومة أولا. نعم. استقالة الحكومة جاءت بسبب مجموعة من الاستجوابات الموجهة لسمو الرئيس ولمجموعة من الوزراء، بعضها تم تقديمها بشكل رسمي وبعضها تم الإعلان عنها. صحيح. ويمكن مو أقل من 5 استجوابات، استجواب سمو الرئيس، استجواب دكتور هلال الساير، استجواب أحمد الفهد، استجواب محمد الصباح، استجواب وزير الإعلام أحمد العبدالله. هذه الاستجوابات إما قدمت رسمي أو تم الإعلان عنها. نأتي وطبعا سبب استقالة الحكومة وفي يعني تبرير أسباب الاستقالة أن الحكومة نأت عن البلد وعن المجلس في الدخول في أتون الفتنة الطائفية. نعم. هذا كان أحد الأسباب الرئيسية ومبدأ عدم التعاون بين السلطتين. نأتي إلى التشكيلة الحكومية، نأتي بأن باستثناء أحمد العبدالله جميع من تم استجوابهم أو عادوا الإعلان عن استجوابهم عادوا. نعم. فأين التبريرات التي ساقتها الحكومة في تقديم استقالتها؟ فبالتالي يعني يا أما المبرر ما كان صحيح،
ولم يكشف عن الأسباب الحقيقية لاستقالة الحكومة، أو إذا فعلا هذه التبريرات لدى الحكومة كانت صحيحة، فإذا الحكومة وبهذه التشكيلة معناتها الحكومة مصرة على المواجهة مرة أخرى وإعادة نفس المشاكل بما في ذلك الفتنة الطائفية إلى المسرح السياسي من جديد. دخول 6 وزراء جدد في الحكومة ما تعتقد بأنه هو كافي؟ هل تعتقد أن هذا هو التغيير المنشود أم مجرد تدوير؟ لا طبعا. ليش؟ أولا يعني خلينا نقول وبكل أمانة، احنا نتمنى والله كل التوفيق والنجاح للوزراء وخاصة الوزراء الجدد، ولو أنا في رأيي أنه يعني لم يأتوا في التوقيت المناسب ولا الظروف المناسبة، والله يعينهم إن شاء الله، ولعلي أكون مخطئ وعلى أيديهم يعني يكون في نوع من الإنجاز ونوع من الإبهار. نتمنى دائما أن نطلع مخطئين وأن الحكومة فعلا تكون على مستوى الأحداث وعلى مستوى الطموحات. ولكن أنا أقول لك الوزراء الجدد اليوم أو الوزراء اللي تم استبعادهم أو الاستغناء عنهم ما كانوا طرف في الأزمة، ما كانوا طرف في الأزمة باستثناء الوزير الشيخ أحمد عبد الله باستثناء، وهذا طبعا وزير واحد كان في يعني في تلويح باستجواب الدكتور رمود الحمود من قبل كتلة التنمية والإصلاح، يعني صح كان بس بشكل عام الوزراء المستجوبين كان عندي يعني ملاحظات كثيرة على رأيك بأن الوزراء المستجوبين عادوا مرة ثانية. نعم، فبالتالي يعني الوزراء الجدد لم يضيفوا أو لن يكونوا يعني طرف في التهدئة أو في نزع الفتيل اللي كان سبب المواجهة واللي أدى إلى استقالة الحكومة. هذا اللي خلاك تقول بأن عمر الحكومة الجديدة راح يأهلها لدخول موسوعة جينيس في إحدى مقالاتك؟ لا مو هذا السبب، السبب سبب آخر. شو تقصد بهذا أول شيء؟ نعم. التعبير هذا طبعا يعتمد على المواقف النيابية. قدم استجواب هذا حسب توقعي كان. نعم. ولو أني يمكن عندي رأيي الخاص ويمكن يسعني المجال أن أطرحه، أن تقديم استجواب لسمو الرئيس فورة تأدية القسم، هني طبعا أنت هذه مجازفة من الجانبين، مجازفة من جانب النواب المستجوبين وأيضا مجازفة راح تكون من جانب سمو الرئيس. نعم. كيفية التعامل مع الاستجواب، الظروف اللي مرت فيها تشكيل الحكومة، ردود الفعل على تشكيل الحكومة، الغضب النيابي وخاصة من قبل الأعضاء اللي كانوا خلال السنتين الماضيتين محسوبين على الحكومة ويشكلون خط دفاع رئيسي داخل المجلس لسمو الرئيس شخصيا، انتابتهم موجة غضب كبيرة وتعدوا موجة الغضب إلى مستوى الإعلان بشكل واضح عن معارضتهم لتوجهات سمو الرئيس. هل هو غضب أم تبدلت الكراسي ولعبة المصالح؟ بغض النظر احنا أمام واقع. أنت تقول غضب؟ نعم. الغضب يعني الكل تلمسه من خلال تصريحات. شنو أسباب الغضب دكتور؟ يعني أسباب الغضب قد تكون يعني لكل واحد من النواب وجهة نظر، عنده تحفظ، عنده فيتو على وزير، لم تكن التشكيلة الحكومية بحسب الطموحات اللي هو يراها وبحسب المرحلة التي تتطلبها الظروف، فكلها تبريرات الخاصة وأنا ما أدخل في النوايا طبعا. نعم. وكل من له تبريرات كما أنا لي تبريراتي، ولكن إحنا أمام محصلة كانت بأن مجموعة من النواب اللي كانوا خلال السنتين يشكلون خط دفاع للحكومة تغيرت قناعاتهم ومواقفهم، وبالتالي إذا أخذنا نتائج الاستجواب الأخير وأضفنا لها ردود الفعل النيابية اللي كانت. نعم. وإذا يصير في استجواب ويصل إلى مرحلة التصويت بعدم التعاون. نعم. هو طرح ثقة، فبالتأكيد يعني نكون أمام شيء مفصلي جديد، وهي أما استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة، وفي كلتا الحالتين الحكومة حتى إذا حل المجلس فيكون عمرها الدستوري قد انتهى. وتعتقد الحكومة كان رأيي عمرها قصير في هذا الموضوع؟ هل مرة الآن يعني الحكومة يجب أن ننظر كيف تتعامل مع الاستجواب المقدم لسمو الرئيس. نعم. وهناك طبعا سيناريوهات عدة، وهناك معلومات أيضا في هذا الجانب. نعم. إن هل الحكومة تواجه الاستجواب؟ هل تقرأ الأعداد بشكل صحيح وتواجه الاستجواب؟ أم تلجأ إلى أسلوب المماطلة والتأخير وطلب تأجيل الاستجواب لفترة؟ أو أن البديل الثالث هو اللجوء إلى إما المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية في مجلس الأمة؟ وفي كل الأحوال الأخرى بالتأكيد سوف نكون أمام تأجيل الاستجواب لفترة زمنية قادمة. نعم. فيمكن هذه هي الفترة اللي ممكن تطيل عمر الحكومة، اللهم إذا كانت الحكومة واثقة
من أعدادها، واثقة من النواب، واثقة من الأغلبية البرلمانية، وبالتالي تستطيع أن تواجه الاستجواب كما واجهت استجوابات سابقة حتى لو بهامش بسيط من الأغلبية لتضمن بقاها على الأقل دستوريا. واضح. يعني الوزير علي الراشد، الوزير أحمد المليفي، الوزير سامي النصف من البداية كانوا متحمسين وبدأوا بإطلاق التصريحات. علي الراشد كان عنده قرار بوقف النقل والندب، أحمد المليفي بدأ يصرح وحضر ندوة جمعية المعلمين وغيرها من يعني الخطوات اللي يمكن ما كنا نشوفها في الحكومات اللي فاتت. ما يعطيك هالشيء يعني شوية تفاؤل تقول والله ممكن يطلع منهم؟ لما تقرأ السيرة الذاتية للوزراء الجدد تحديدا مثلا دكتور أماني بورسلي ولا سالم لدينا ولا محمد النومس ولا يعني بشكل عام الوزراء الجدد، ما ممكن تقول ممكن تطول هالحكومة شوية بوجود هالأشخاص؟ يعني أولا الحماس الوزاري وخاصة الوزراء الجدد أولا أمر مطلوب. أمر مطلوب لأنه هو أمام تحدي، ويمكن الظروف اللي فيها كوزير ظروف غير عادية، وبالتالي أنا أتوقع وهذا أتوقع في خلال المرحلة القادمة أن كثير من الوزراء الجدد بالذات سوف تكون له اجتهاداته الخاصة وسوف تكون له سياسته الخاصة، ومن خلالها يستطيع أن يعبر بأن له شخصيته وله نهج جديد وله عقلية جديدة في طرح الأمور والتصدي للقضايا، حتى لا يغلف بالغلاف التقليدي اللي الحكومات وخاصة يمكن حكومات الستة السابقة تغلفت فيها، وبالتالي هم أمام تحدي، وهذا ليس شيء بجديد. يعني كثير حتى في الوزارات السابقة من بعد التحرير إلى الآن، يمكن وزارات اللي أسبق اللي ما لحقنا عليها أو لم نكن ندرك الأمور السياسية، كل وزير له يعني فترة بداية وانطلاقة وممكن يفاجئ فيها. الدكتور أحمد الرعبي رحمة الله عليه يعني قبل لا يؤدي القسم أو بعد أداية القسم مباشرة راح إلى المدارس، يعني كثير من الوزراء سووا نفس الطريقة مثل ما سوى زميلنا أحمد المليفي لحد اليوم، يعني حسب كلامه أنه ما راح داوم مكتبة لا بالتعليم العالي ولا بالتربية، وعلى طول في جولات تفقدية في المدارس. فهذه موجودة وهذه روح طبعا مطلوبة وفيها جانب إيجابي، نتمنى أن تستمر. أنا شخصيا أتمنى أن تستمر، لأن ممكن هذه النوعيات من الوزراء يكونون أمام يعني خيارين، أما يصطدم بالواقع اللي موجود داخل مجلس الوزراء وآلية العمل وما نسمع عنه وأحيانا ينعكس على أرض الواقع من إملاء لتعليمات معينة وأوامر معينة، وبالتالي يصطدم مع هذا الواقع ولا يستطيع أن يساير هذا الركب ويكمل، أو أنه لا سمح الله ممكن يذوب مع الحالة التقليدية، فبالتالي هذا الحكم مرهون في الوزراء أنفسهم، وكل واحد شنو رؤيته وكل واحد شنو منهجه وكل واحد شنو مستقبله اللي يطمح له مستقبله السياسي ويراهن عليه، وهذا حق طبعا لكل وزير من الوزراء، اللي نتأمل مرة أخرى أن الله يوفقهم جميعا يعني لما فيه الخير. جميل. في عدد من الوزراء مثل الشيخ أحمد الفهد، مثل الدكتور هلال الساير، يعني كانوا قاب قوسين أو أدنى من صعود المنصة ومع ذلك عادوا في الحكومة الجديدة، شنو الرسالة؟ ماذا يراد بإعادة توزيرهم؟ تحدي أم تعتقد بأن لا بالعكس الوضع طبيعي وسمو الرئيس هذا راية وأنت ما تشوف أن فيها أي مشكلة؟ لا طبعا هذه قد يكون فيها تكتيك سياسي معين حتى من سمو الرئيس كتشخيص يعني وتحليل سياسي. وجود وأنت لاحظ يعني واحد مثل الشيخ أحمد الفهد في مقابل دكتور هلال الساير يعني يمثلون تناقض داخل تركيبة مجلس الأمة، وبالتالي بشكل عام طبعا شلون توضح لي اياها؟ اوضح لك اياها بشكل عام المجموعة اللي اعلنوا على الاقل مواقف معلنة قبل النظر الى الاستجواب مضمون الاستجواب وبالتالي تقييم الوضع، مجموعة مجاهرين بالخصومة والنقد والوقوف مع الاستجواب وصولا الى طرح الثقة بالوزير احمد الفهد، مجموعة أخرى يمكن تعادلها في القوة وتعاكسها في الاتجاه من الطرف الآخر تماما، يعني أعلنت موقف مسبق من دكتور هلال الساير وفي المقابل ستدافع عن الشيخ أحمد مع الاستجواب مع طرح الثقة إلى أقصى حد. فمثل هذه المجاميع داخل مجلس الأمة بالتأكيد يعني إذا استجواب الرئيس
خذ منحة التأجيل أو التعطيل أو الذهاب إلى المحكمة الدستورية أو غيرها، راح يظل المجلس لفترة قادمة ينشغل ببعض البعض من خلال وزراء معينين، وبالتالي استجواب مضاد هذا الكتلة تواجه هذه الكتلة، وبالتالي هذا المجلس ينشغل ببعض البعض ويتم تناسي دور رئيس الوزراء أو استجواب رئيس الوزراء. هذا قد يكون تكتيك. المعلومة الأخرى اللي أنا عندي أن الوزراء وخاصة الوزراء اللي تم تقديم استجوابات لهم تم مصارحتهم في هذا الأمر، وبالتالي هم أعلنوا أن عندهم القدرة والإمكانية والإرادة أن يواجهون مصيرهم السياسي داخل مجلس الأمة، وبالتالي ترك لهم هذا الخيار. نعم. فالاحتمالين موجودين. زين، خلنا في الأسماء اللي قدمت استجوابها لوزير الصحة، خلنا في وزير الصحة الدكتور هلال الساير، واضح بأن الأسماء من فئة معينة، واضح النواب، وهناك من يقول بأنهم يعني مسيرين من فئة معينة أو من شخص معين، أو يعني لديهم هدف من استجواب الدكتور هلال الساير، والبعض الآخر يقول لا، وزارة الصحة وزارة تلفانة، الإهمال موجود، الحالات المرضية اللي مات والأخطاء موجودة، فيستحق الدكتور هلال الساير أن يستجوب. الدكتور حسن جوهر، أنت وين تشوف نفسك في هذا الاستجواب، خصوصا وأن النواب اللي متبنين موضوع دكتور هلال الساير من الطائفة الشيعية، فأنت وين تشوف روحك؟ لا، أولا أنا أقول وأحذر وأتمنى ألا ننجرف إلى هذا النوع من التقييم وهذا النوع من التصنيف. والله أنا والله يا دكتور ما أتمنى أسئلة، لكن لا ميخالف. هذا لا واقع، هذا قد يكون الآن، هذا قد يكون الآن هو المطروح. نعم. في الشارع السياسي. صحيح. وحتى داخل مجلس الأمة. نعم. وبالتالي يعني حتى ردود الفعل اللي قلت لك تناقضات قد جزء منها يحمل هذا البعد. نعم. يعني البعد الطائفي، وهذا أخطر ما يكون. نعم. يعني أنا ضد أن يوصم أي استجواب بأن وراء طرف وراء أهداف. طبعا كل استجواب وراء أطراف وراء أهداف. نعم. ولا أنت ما كنت في واقع سياسي. نعم. أما التصنيف والقولبة والكلاسيفيكيشنز هذه اللي تصير، أنا ضدها. أنا أقول الاستجواب أيا كان مصدره، أيا كان مقدمه، أيا كان الوزير المستجوب، هذا حق دستوري مشروع للجميع. نعم. وإحنا كأعضاء مجلس الأمة يجب أن نكون كحكام نراقب ونقيم أداء الوزير وأداء المستجوبين أو المستجوب ومادة الاستجواب. هذا كلام دبلوماسي معقول؟ حسن جوهر ما عنده موقف مسبق من الاستجوابات؟ معقول؟ لا والله أنا ما عندي لا موقف مسبق، لا من استجواب أحمد الفهد، ولا من استجواب هلال الساير، ولا من استجواب سمو الرئيس، ولا الاستجوابات اللي قدمت، ولا أتوقع أن قد تكون استجواب. أنا قد أكون أحد مقدمي استجواب في مرحلة قادمة لما نشوف أداء الحكومة. نعم. وبالتالي يجب أن لا يكون عندنا حكم مسبق. هذا إذا إنسان بيشتغل بوازع من الضمير والموضوعية والحس السياسي. نعم. على الأقل، وأخلاقيات المهنة يعني على أقل التقديرات. أنا ما سمعتها طبعا مثل ما تفضلت، يعني وزارة الصحة وزارة استجوابات، هذا يجب على الشعب الكويتي أن يفهمها. النواب 50 بما في ذلك الآن اللي مؤيد للاستجواب أو معارض للاستجواب. نعم. النواب 50، وأنا ما أستثني أحد، خي يشوفون الضغط الشعبي من المشاكل والإهمال والأخطاء الطبية وتردي الخدمات في وزارة الصحة. الكل مبتلي يعني في هذا الموضوع، وبالتالي وزارة الصحة دائما تحت مجهر. أنا في مجالس الأمة اللي تشرفت في العضوية مر علي 3 استجوابات أو 4 استجوابات لوزراء الصحة. فش يفرق هلال الساير عنهم؟ يفرق طبعا مادة الاستجواب، توقيت الاستجواب، المحاور إذا كانت كفيلة بإدانة الوزير من عدمها. وأنا أقول من الآن يفرق التوقيت أيضا دكتور حسن. نعم بالتأكيد يفرق. نعم. التوقيت يعني بالتأكيد يعني دكتور هلال الساير التوقيت. المستجوبين سكتوا طول الفترة اللي فاتت واليوم أعلنوا الاستجواب، وهذه أيضا علامة استفهام. لا يعني أنا ما أخذها بالمنحة، لا أنا لما أتكلم لك على التوقيت، متى التوقيت قد يكون ناجح متى يكون غير ناجح، وأعطيك. نعم. مثال حي، الله يذكره بالخير دكتور محمد الجار الله، في ذات المجلس قدم له استجوابين. نعم. طاف الأول ما طاف الثاني. فيعني أحيانا والأطراف اللي قدمت الاستجواب كانت أطراف أيضا متناقضة مثل ما قاعد نشوف اليوم. إذا لماذا التشكيك مدام هذه الوزارة فيها بالضبط؟ هذا اللي أنا أقول، التشكيك بنية المستجوبين. لا لا، مثلا أنا أقول لك يعني بعض الأخوة، وبعدين يعني غير صحيح وغير منصف. أنا أقول من الظلم إن من الآن يمكن البعض لغاية في نفسه أو لخلط الأوراق
الآن يتهم استجواب الصحة بأن استجواب من النواب الشيعة، وهذا غير صحيح. غير صحيح. يعني اليوم اللي أنا أدري أن عندهم نية لاستجواب وزير الصحة هم النواب الصيفي. نعم، الوعلان. والوعلان ما سمعت أنا له تصريح. وسعدون حماد. نعم. إذا لماذا يتهم يعني النواب الآخرين؟ صحيح قد في نواب عندهم رأي، عندهم موقف، أعلنوا عن رأيهم في الوزير، وهذا من حق يعني أي نائب. نعم. ولكن لا ندخل يعني في هذه الخانة اللي لا تخدم المشروع. يمكن بعض الأمور، وأنا أتمنى يعني إذا كانت هذه المعلومات صحيحة على وزير الصحة أن يبادر إلى معالجتها فورا، وإلا أنا من الآن أحذره إن قد لا ينجو من هذا الاستجواب. أنا بعطي جزئيتين، هذا بناء على بعض الأخوان اللي عندهم النية في الاستجواب. نعم. موضوعين. الموضوع الأول ما يتعلق بالمال العام، وهذا الكلام أو هذه المعلومات إذا لم يستطع الوزير أن يدافع عنها ويبررها، وإذا كانت فيها مشاكل ترى مو عيب يعالجها فورا. يعني على الفرق الطبية الزائرة، يعني أنا مو معقولة، وطبعا أنا سمعت من أحد الإخوان اللي عندهم النية على الاستجواب. نعم. وقلت له أنا انتظر منك الوثائق وهالأمور، يعني مو معقولة أن الهوم نيرس اللي هي الممرضة رعاية المنزلية تأخذ 27,000 دينار بالشهر، هاي تكلفتها 27,000 دينار، يعني مبلغ مهول. وهذا المبلغ احنا نقدر نحط لنا كم بعثة ونطور ونجيب كفاءات وطنية في هذا الجانب. هذه نقطة. قضية المعدات، وقضية المعدات الغير مستغلة واللي تحولت إلى سكراب وأهملت ولم يتم الاستفادة منها. نعم. يعني هذه الأمور، إذا هذا الجانب المتعلق بالمال العام، في جانب أخطاء طبية. نعم. وأخطاء طبية أدت إلى الوفاة. نعم. وهذه طبعا قد تكون موجودة في وزارة الصحة على مر السنوات القادمة، ولكن هني حس المسؤولية كيفية التصدي لهذه الأخطاء. نعم. أحيانا أنا كمسؤول خطأ طبي أشكل لجان تحقيق، أبحث في الموضوع، وإذا في إدانة للأشخاص الذين تسببوا في إزهاق أرواح الناس عمدا أو سهوا أو تقصيرا يجب أن يحاسبوا، وهذه ما فيها شيء. فالمحاور اللي موجودة ترى محاور جادة ومحاور مهمة، ومع ذلك حتى الآن لم تحدد موقفك من الاستجواب. نعم، لم أحدد موقفك. بعد الفاصل راح نتكلم عن خطط التنمية الشيخ أحمد الفهد، والموضوع الأهم واللي يعني يعتبر ملعبك دكتور، اللي هو التربية، وزير التربية الجديد، الكوادر وغيرها من القضايا في محور التربية. فاصل ونعود للدكتور حسن جوهر. الشيخ أحمد الفهد قدم بصفة المسؤول الأول عن خطة التنمية للجنة المالية تقرير عن اللي صار عن خطة التنمية ويعني كل الأحداث خلال الفترة اللي فاتت. كان في واضح من هذا التقرير أن التقرير يدين أو يقول بتقصير عدد من الوزراء. بالنسبة لك أنت شلون تشوف خطة التنمية للحين؟ شلون تشوف أداء الحكومة؟ شلون تشوف أداء الوزراء؟ متفائل بهذا الموضوع؟ هل يعني وأنت واضح كنت معي أن أنت ما عندك رأي من الاستجواب، لكن هل تعتقد بأن الاستجواب بحد ذاته ومحور التنمية بحد ذاته مستحق؟ أنا أتوقع بأن التنمية كمفهوم، كخطة، كطموح للشعب الكويتي يفترض أن نحشد له كنواب وشخصيات وقوة سياسية، وإذا لم يسير في الاتجاه الصحيح وفق الجدول الزمني المطلوب يكون له مساءلة سياسية. نعم. بعد التقرير هل هو يمشي حسب الجدول المطلوب؟ لا طبعا، لحد الآن على الأقل أنا شخصيا يعني ما عندي قناعة بأن خطة التنمية قاعد تمشي وفق الجدول الزمني المطلوب ولا على مستوى طموحات الشعب. خطة التنمية لحد الآن لم تبدأ، وأنا أتفاجأ من بعض تصريحات الوزراء بأن أنجزنا 26% وغيره من هالنسب. نعم. خطة التنمية لحد الآن تمويل الخطة لم يحسم إلى الآن، وهذا يعني محل جد وشد ما بين المصالح التجارية اللي موجودة، والضحية الأولى والأخيرة هي خطة التنمية نفسها. وبالتالي يعني هذه أحد الأمور اللي فعلا يجب أن يكون لها أولوية قصوى وسرعة كبيرة قبل انتهاء دور العقاد الحالي، وإلا يعني راح تكون الحكومة في ورطة. الحل شلون؟ الحل أولا الإسراع وحسم موضوع الجدل وعدم الركون إلى المجاملات وإلى المصالح وإلى تضارب المصالح، وحسم موضوع تمويل الخطة.
حسب رأي الحكومة إن وهذا اللي موجود في الخطة إن إنشاء شركات لتمويل الخطة. وطبعا هذا ما رضى فيه بعض الأطراف، وبالتالي يعني بالضغط مباشر وغير مباشر ردينا إلى فكرة تمويل البنوك. نعم. وهذا أيضا لم يحسم لحد الآن، والنتيجة النهائية أن الخطة برمتها لحد الآن نايمة. نعم. أو الجزء المهم فيها جزء لحد الآن. عندك لم انتقادات يعني كان عندك انتقادات على وزارة الصحة دكتور، وقلت ما راح يعني للحين موقفك مو واضح من وزير الصحة. عندك انتقادات على خطة التنمية، وحتى الآن في كلامك ما أخذت منك أي موقف واضح على الوزير المختص في موضوع التنمية. ما تعتقد بأن القصور اللي أنت تفضلت فيه يخليك يعني تكون واضح مع نفسك في موضوع الاستجواب، ولا يجب أن تستمع إلى الاستجواب؟ طبعا أنا يعني طول فترة وجودي في المجلس دائما لا أعترض على الاستجوابات أبدا. نعم. ويمكن في الغالبية العظمى من الاستجوابات لماذا لا تؤيدها؟ لا ويايلك وفي الغالبية العظمى من الاستجوابات كنت أؤيد الاستجوابات. نعم. ويمكن بدرجة أقل، ولكن أيضا أغلبية مواقفي كانت تأييد طرح الثقة أو نزع الثقة في الوزير المستجوب إذا بالفعل لم تكن إجاباته دقيقة وواضحة ومنصفة ويستطيع أن يدافع عن نفسه. هذا أنا موقفي، وإن شاء الله ما أتغير في الاستجوابات القادمة اللي راح تأتي. نعم. وبالتالي لذلك أنا أقول سواء في هالموضوع، في استجواب وزير الصحة واستجواب حمل الفائدة واستجواب الرئيس أو إذا كانت هناك نوايا لاستجوابات آنية، أنا كان عندي رأي وكلمت يمكن بعض النواب فيه أن خيصير لها حشد، خيصير في لها قبول من الرأي العام، خلى في مقابل هذا الاستجواب هناك خطوة لا تقل أهمية اللي هي استعادة ثقة الشعب الكويتي في مجلس الأمة. نعم. وبالناحية الرقابية ما أي أنا أتعامل مع الاستجواب رغم مخاطر ورغم المواد الخطيرة اللي موجودة في هذه الاستجوابات أو ما يعلن عنها، أنا فقط من باب إبراء الذمة السياسية أترك هذا الاستجواب، وأن مصيره ينتهي إلى الفشل أو مصيره ينتهي إلى حتى تعزيز دور هذا الوزير أو دور رئيس الوزراء. نعم. وبالتالي إذا طبنا ولا غدا الشر أن أنا بس أطلع أن أنا سويت الاستجواب وانتهى الموضوع. يجب أن يكون عندنا حس مسؤول أكبر من هذا، مع طبعا احترامي لحق النواب اللي عندهم رأي آخر، أنه تعال استجوب اليوم قبل باكر واللي فيها فيها، ما حصلت 10 أصوات انتهى الموضوع وأنا ألقيت الحجة على الآخرين. هذا أيضا رأي ورأي أحترمه، ولكن أنا ما أشوف أنه في الفترة الحالية هذا هو التكتيك السياسي أو الرؤية السياسية اللي مطلوبة. نعم. اللي ممكن نخدم واضح فيها الناحية الرقابية ونصحح فيها الإعوجاج ونطلق فيها مسيرة الإصلاح السياسي والإصلاح المالي والإصلاح الإداري في عموم البلد، وليس فقط في جزئيات معينة وزارات معينة. في حلك اللي طرحته أو يعني تفضلت فيه لموضوع خطة التنمية، قلت الإسراع في إقرار المشاريع، الإسراع في إقرار تمويل المشاريع، كيف يتم الإسراع وكيف تطالب الحكومة بالإسراع وأنتم كنواب في مجلس الأمة متهمين يا دكتور بأنكم عطلتوا الجلسات وما حضرتوا والحكومة كانت تشكل وأنتم ما تحضرون جلسات، واليوم واحدة من الجلسات الكثيرة اللي تم رفعها بسبب المشادات الكلامية اللي حاصلة تحت قبة عبد الله السالم، تطالبون الحكومة بالإسراع وإدارة العجلة وأنتم كنواب معطلين أموركم، والدليل الجلسات اللي ما حضرتوها خلال الفترة الفائتة؟ لا طبعا هذا الاتهام أخوي عبد الله مو صحيح، ويجب أن نوضح للشعب الكويتي. أولا قضية تمويل خطة التنمية ما لها علاقة بالمجلس لا من قريب ولا من بعيد. لا 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 عفوا لا لا أنا هذه الجزئية اللي اعتمدت عليها. لا لا دكتور الحكومة وين هي سنتين عن حسم هذا الموضوع؟ أنا أقصد كلمة الإسراء تحديدا، أنت تطالب ماشي أنا جاي لك على الجزئية بس أوضح نقطة جوهرية. نعم. وبالتالي لا يصير لبس عند المشاهد، أنا ما أبرر موقف مجلس الأمة وياك في بعض الانتقادات، تفضل، ولكن أنا تكلمت عن قضية محورية وخطيرة ومهمة وضرورة ملحة الآن. نعم. المجلس ما له علاقة فيها، خطة التنمية لحد الآن الموضوع لم يحسم داخل مجلس الوزراء، واضح، وبالتالي ما يترتب على ذلك يتأخر بسبب عجز أو بسبب قصور أو بسبب تعمد. وماذا عن عدم حضوركم والجلسات التي تم تعطيلها؟ تعطيل الجلسات سواء 40 يوم الأخيرة أو لما الحكومة قاطعت الجلسات بعد قضية فيصل مسلم. نعم. كان بسبب الحكومة اللي عطلت الجلسات وليس النواب.
ناتي الى مثل جلسه ما كنت اليوم ما تقدرون تحضرون لا طبعا ما يصير الجلسه ما 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 فيها نصاب القانوني ولا فيها نصاب ولا فيها يعني سمعنا اراء قانونيه سمعنا اراء قانونيه بانه راي ولكن ولكن كواقع كعمل ك حتى الرئيس ما يرضى انه يعقد الجلسات بدون وجود مثل الحكومه جلسه اليوم مثلا رفعت جلسة هذه اليوم من نعم. إيه؟ ما في تعويض جلسه اليوم يعني في بعض النواب قد يخرجون عن اللائحه في الرئيس قضية تعاطي مع الحدث ومع المشكلة اللي تصير يعني هذول يتحملون المسؤولية نعم. مباشرة 48 عضو ضيف معاهم 16 وزير يعني احنا الجلسات الثلاث ايام اللي فاتت نشوف النصاب الحكومي شبه كامل نعم. تقريبا فبالتالي يعني من المؤسف جدا انه يصير في جدل او نقاش او خلاف في الرأي بين الرئيس او من يترأس الجلسة وبين احد النواب والمجلس برمته يتعطل يعني الحل. اليوم انا ما ابرر يعني لزميلنا رغم محبتي له وكذا انه مسلم البراك واصراره على الحديث بدون دور ولكن ايضا ما ابرر الرئيس انه يرفع الجلسه ارفعها لمده ربع ساعه وانتهى الموضوع هذه صارت امس واول امس الرئيس الخافي رفع الجلسه اليوم عبد الله الرومي مرة الرئيس نعم ورفع الجلسه نهائيا ليش انت ممكن كرئيس تستوعب الحدث في حل في تعويض دكتور انا اتمنى ان يكون في تعويض وراح أبادر مع زملائي أن على الأقل الجلسات اللي فاتتنا والجلسات اللي جاية وعددها قصير جدا وإحنا على باب شهر رمضان المبارك والعطلة البرلمانية على الأقل لو تصير جلسات ثلاثية كل أسبوع مثل هذا الأسبوع حتى على الأقل على الأقل يعني أن نعوض ما طافنا من الجلسات خصوصا أن عندنا سلسلة من الاقتراحات والمشاريع بقوانين واللي شفنا إحنا خلال يعني ما أيام اللي فاتت هل سيقبل النواب والوزراء مجبورين نسافر لا مو مجبورين يعني يشتغلون طول السنه يقول لك احنا نشتغل طول السنه ونبي سفره صيف خليه يشتغلون طول السنه شنو العيب في ذلك أتمنى. اذا احنا اليوم احنا كنواب نعم. يعني يفترض وانا في هذه يعني يفترض يكون في نقد ذاتي نعم. اذا احنا كنواب نعتبر نفسنا قدوه واحنا ليل نهار قاعد نصدح ونقول ونشيل ونشدخ ان نبي التنميه ونبي القوانين ونبي الانصاف ونبي الاصلاح اذا ما عندنا هذه القدره ان نضحي من وقتنا وراحتنا زين حتى نعوض بعض الجلسات ويكون فيها إنجاز ما فينا خير وبالتالي هذه رسالة يجب أن توجه للجميع أنا ماشي يعني إن شاء الله ما راح تنقلب الدنيا عندنا شهر رمضان ممكن حتى في شهر رمضان يصير في جلسات مسائية وهذه كانوا يعني آبائنا وأجدادنا والأجيال اللي سبقتنا مجلس الستينات ومجلس السبعينات كانوا يجتمعون في شهر رمضان في الفترة المسائية والناس تقدر هذا الشيء جميل اكو بدائل كثيره يعني لتعويض على الاقل جزء مما فاتنا انا ما اقول كل ولكن جزء مما فاتنا مع ترتيب اوراقنا نعم احنا هذه المشكله قضيه التنسيق بين الكتل البرلمانيه من جهه واضح وقضيه التنسيق مع الحكومه من جهه اخرى لعل وعسى نستطيع ان ننقذ ما تبقى يعني من الامال اللي موجوده في انجاز يذكر في الفتره القادمه استبعاد الوزيره موضي الحمود ما أدري إذا يعني شيء يرضيك ولا لا الوزير الجديد أحمد المليفي اللي بادي العمل بحماس شو توجه له من رسالة هذا بعد الفاصل دكتور حسن جوهر مشاهدينا فاصل ونرجع لكم يا هلا مرحبا مشاهدينا وعودة إلى الدكتور حسن والدكتور حسن تكلمنا عن استبعاد الوزيرة الدكتورة موضي الحمود راضي مو راضي اكتفيت أم تعتقد بأن حتى الوزير المقبل تحت المجهر وأحمد المليفي أيضا في احتمال أن يستجوب وأن يكون يحوش ناس محاش الدكتورة موضي الحمود من انتقادات منك أنت شخصيا يعني بداية الدكتورة موضي وأنا من خلال يعني قناة الرأي وجه لها كل التحية وأيضا الشكر على دورها في المرحلة السابقة والدكتورة موضي يعني ظل أستاذة فاضلة وزميلة عزيزة كنا نختلف ونتفق في أمور متعددة نعم. ويمكن في المجلس الحالي ومن خلال الأداء البرلماني رغم كان عندي ملاحظات قوية جدا ولكن كان جانب تعاون عندها جانب أيضا كان يشكل حيز كبير جميل فبالتالي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق في حياتها العملية ورجوعها أيضا إلى السلك التعليمي وسلك التدريس والبحث العلمي بالنسبة لزميلنا أستاذ أحمد المليفي مع عنده ثمانيات إلا بالتوفيق والنجاح بالتأكيد يعني أنا بالذات يعني ملف التعليم يشكل لي أولوية مهمة وإرث تاريخي خلينا نقول
من خلال الملفات الكثيرة اللي حملتها والناس يعني حملوني مسؤوليتها، فبالتأكيد راح استمر في مواصلة متابعة هذه الملفات. أول محك كان لزميلنا أبو أنس وكادر المعلمين. يمكن شوية كان متردد، ولكن لله الحمد نشوفه اليوم يعني التوجه مع هذا الكادر ولو جزئيا. امتنعت الحكومة، شنو معنى امتنع الحكومة؟ طبعا امتنع الحكومة عندها تحفظ معين، هي الحكومة طبعا عندها رأي بأن سوف يصدر الكادر بقرار من الخدمة المدنية، وإحنا طبعا ما عندنا اعتراض، ولكن بشرط أن يكون ضمن المستوى اللي قدمت القوانين الخاصة بذلك، يعني قانون مجلس الأمة، ولا يجزئ. وأنا أقول يا أبو أنس، إذا أردت أن تبدي بداية صحيحة في التربية عليك أن تكسب ثقة المعلمين، وثقة المعلمين هذه أحد طبعا يمر في مداولة ثانية. طبعا إذا الحكومة ما وفت بوعودها وأقر الكادر بقرار خلال الأسبوعين القادمين، بالتأكيد وعندنا الغلبية الكل شافه 47 نائب، وبالتالي هذا رسالة واضحة للأخ المليفي بأن عليك إما الاستعجال أو خلاص اقبل تصويت المجلس. ما يفتح باب كادر الإعلاميين، كادر المحاسبين، كادر كادر ممكن يفتح باب. هذا أيضا مسؤولية الحكومة، اللي صار لنا سنوات نقول يا حكومة تعالي، وآخرها في اللجنة المالية، وأنا حضر جانب من اللجنة المشتركة التعليمية والمالية لما ناقشنا كادر المعلمين. يا حكومة تعالي عيد النظر في جدول الرواتب والأجور بما يتطلب مع ظروف الحياة، طبيعة العمل، ومبدأ العدالة بين الموظفين في كل قطاع، خاصة من نفس حملة المؤهلات وذات طبيعة العمل. هذا الكرة في ملح الحكومة. إذا الحكومة تقاعست عن هذا بالتأكيد احنا مضطرين، وبالعكس أنا واحد الناس أتشرف بأن أدافع عن كوادر المهنيين وأصحاب الحق في كل تخصص كان. نأتي إلى قضية التعليم. أنا أقول للأخ المليفي اكسب ثقة المعلم والكادر، أحد الأسباب طبعا أن تكسب ثقتهم، ومن ثم راح تكون تشوف التعاون الكبير وإنجاحك يكون من خلال المعلمين. طبعا كادر المعلمين يجب أن ننتبه، ما يعزز هذا الموضوع عفوا دكتور ثقافة العطاء. الطرف يعني في طرح أو بعض الآراء ترى بأن العطاء الكوادر أول شيء يعني يتعب الميزانية، ثاني شيء يعزز ثقافة العطاء في المجتمع وثقافة الأخذ. ما تعتقد بأن هذه الثقافة بس خلاص ملل منها المجتمع؟ هذه حتى إذا كانت موجودة جزئيا، ولكن أنا رأيي الشخصي يجب أن لا نقحم التعليم. التعليم كثر ما تستثمر فيه من أموال كثر ما تجني منه. يعني المعلمين من تعتقد يستاهلون هذه الحالة؟ يستاهلون الكادر، يستاهلون. وفي المقابل علينا ننتبه، وهذا الكلام أنا قلته أمام أخواني وأخواتي المعلمين في جمعية المعلمين. الكادر هذا يجب أن لا يمر فقط مرور الكرام، يجب أن يمر بنظرة فاحصة ونظرة مستقبلية. جميل. وأنا قلت لهم هل معقولة أن كل الكويت عندنا مدرس فيزياء واحد؟ هل معقولة الآن كويتي الطلب قصدك؟ نعم، مدرس فيزياء واحد؟ مدرس واحد، مدرس ذكرنا في عبد الحسين عبد الرضا يقول شرطي عندنا شرطي وهذا جندي. يعني مو معقولة، يعني قضية فعلا تفشلنا ككويتيين. والأكثر من ذلك والأخطر عبد الرحمن، احنا زودونا جمعية المعلمين بعدد الطلبة اللي الآن يدرسون في كليات التربية، سواء في التربية الأساسية أو جامعة الكويت. عدد الطلبة والطالبات اللي ملتحقين في التخصصات العلمية عدد يعني يجب أن ندق جرس الإنذار له. يعني مو معقولة بعد 4 سنوات راح يكون عندنا عدد لا يتجاوز 10 من التخصصات العلمية مجتمعة. بس عشرة أو بالإناث يمكن 50-60. وهذا رقم بالتأكيد لا يلبي طموحاتنا المستقبلية. فالكادر خلي يكون، ولذلك أنا بس الجزئية هذه يمكن أطول في بعض الإجابات. الكادر هذا البعض يقول زيدوا على الراتب الأساسي حتى نستفيد منه بالتقاعد، وهذا حق، يعني يمكن مشروع لكثير من المعلمات والمعلمين، ولكن يمكن هذا يكون حافز للطلبة للمعلمين الجدد، وخاصة اللي بعضهم لحد الآن ما تخرجوا وراح يدخلون سوق العمل في القريب العاجل، أو نشجع غيرهم أن يدخلون، وخاصة في التخصصات الجديدة اللي أنا اقترحت أن يكون في أيضا بدل تخصص نادر للتخصصات العلمية بدءا من تحصيلهم الدراسي وانتهاءا بالتقاعد. جميل. المكافأة الطلابية تتوقع تمشي؟ طبعا تمشي. تمشي. مداولة ثانية. نعم. تمشي. تمشي. ويستاهلون عيالنا، وهذا خلي يكون أيضا. وأنا أتمنى يعني إن شاء الله على أبنائي وبناتي الطلبة
ان هذه المبالغ يستثمرون فيها وشويه تخفف بالفعل حتى يعني نرد بشكل حقيقي وبشكل موضوعي على من ينتقدني في هذا الجانب. على الاقل على الاقل يعني جزء من هذه المعونه ان كل طالب او كل طالبه يقدر يشتري له سياره ويكون له قسط شهري حتى يخفف معاناه الوالدين وايضا معاناتهم في يعني نقلهم و احضارهم وذهاب فيهم الى مراكز التعليم. انا عندي امانه لازم اوصل لك اياها دكتور، في يعني الكثير من الطلبه عن طريق تويتر كانوا ينقلون اسئلتهم وارائهم، البعض يتكلم عن السرقات العلميه، يقول هناك سرقات علميه، هناك رؤساء اقسام عندهم سرقات علميه ومحاولين التحقيق ولا زالوا على راس عملهم، هذا موضوع اتمنى ان يعني تشوفون شنو وراه. مشاكل الطلبه في الخارج، موضوع الجامعه الامريكيه في اليونان صار شيء عليه، هذا سؤال يسالونه طلبتنا المتخرجين من الجامعة الأمريكية في اليونان. نعم، هذا أيضا رسالة نوجهها للأخ الفاضل وزير التربية ووزير التعليم العالي. قضية السرقات العلمية، قضية التعيينات، قضية المناصب الإشرافية سواء كانت في التربية أو في الكليات والمعاهد التطبيقية أو جامعة الكويت، معهد الأبحاث، المعهد العالي للفنون المسرحية، المعهد العالي للفنون الموسيقية، هذه كلها إرث كبير يعني الله يعينه الوزير. نعم. وفيها مشاكل كثيرة ومشاكل جذرية، وأنا قلت له والله هذه نصيحة إن شاء الله سوف نقدم له كل ما لدينا من هذه المعلومات لعله وعسى إن شاء الله يتجاوزها أو يضع لها الجامعة الأمريكية في اليونان. الجامعة الأمريكية في اليونان يعني أنا متفاجئ، هذه الجامعة صار لها تقييم، راح وفد من جامعة الكويت إلى الجامعة وتم تقييمها واعتمادها، وكان مفروض التعليم العالي تعتمد الشهادات قبل أكثر من شهرين. هذا أيضا من الروتين اللي فعلا مزعج، وهذه رسالة أيضا نوجهها لأخواننا في التعليم العالي، يعني مو معقولة لجنة الاعتماد الأكاديمي ما تجتمع كل 3-4 شهور، واضح وهناك مئات من الحالات اللي تنطر اعتماد شهاداتها. المدينة الجامعية الحلم تتوقع أنها جاية؟ يعني المدينة الجامعية أنا مو متفائل وايد، وإن شاء الله يعني يكون للوزير بصمة فيها، وهذه أحد الإنجازات التاريخية اللي ممكن تكون في عهده، وعليه أن يشد يعني على هذا الموضوع بشكل جاد وبشكل حقيقي. اليوم ترى إذا إحنا القانون يجب أن تكون المدينة الجامعية منتهية وتباشر فيها الدراسة في سنة 2014، إحنا هاليوم غير السور، غير مباني الشركات المنفذة، فقط تم توقيع عقد واحد لكلية الهندسة، وهذا العقد إذا وقع وتنفيذه راح ينتهي سنة 2015، فما بالك في الباجي. فإذا احنا أمام يعني استحقاق قانوني ويسائل عليه الوزير إذا لم ينتهي العمل في هذا المشروع في الوقت المحدد له قانونا. البدون التعدي على المساجد وانضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون راح يكون معنا عقب الفاصل. فاصل مشاهدينا ونرجع لكم مرة ثانية. طلعوا البدون في مظاهرات وصارت لوية في البلد وطالبوا بحقوقهم، وناس أيدوهم وناس عارضوهم. اليوم حكومة جديدة وتتجدد آمال هذه الفئة وهذا الإنسان اللي عايش على أرض الكويت. الدكتور حسن جوهر عرف عنك تبنيك هذا الموضوع، في خطوة، في بارقة أمل، في شيء تقوله حق البدون؟ لا، مع الأسف يعني أنا انصدمت ويمكن ما كنت متفاجئ. يعني إحنا مشينا مع الحكومة، عندنا قانون طبعا جاهز من قبل اللجنة البرلمانية على جدول عمل المجلس، الحكومة جت ومن خلال الجهاز التنفيذي الجديد وبرئاسة الأخ الفاضل صالح الفضالة، ووعدت بحل كل المشاكل وإقرار كافة الحقوق المدنية والإنسانية، وهذا كلام موثق في اللجنة البرلمانية ومسجل. نتفاجأ الآن أن هذا الجهاز رجع كعادة اللجان السابقة بنفس المماطلة ونفس التعسف ونفس التعطيل، وبالتالي أنا يؤسفني أن أقول بأن سوف أقوم بنشر حيثيات الجلسة أو الاجتماع اللي صار مع الوزارة في هذا الشأن، حتى حط النواب أمام مسؤولياتهم ونعيد تقديم قانوننا اللي يكفل حقوق المدينة والإنسانية اللي بدون معززين مكرمين. ردينا نقطة الصفر بالضبط. إيه، ردينا إلى نقطة الصفر، والتعسف اللي موجود اليوم أنا كثير من الناس اللي نقلوا لي زاد في حجمه وحده حتى باللجنة التنفيذية اللي كانت. مع الأسف الشديد أنا أقول هذا الكلام، ولذلك أنا سوف أدعو إلى اجتماع جديد في اللجنة، وسوف نقدم القانون مرة أخرى قبل نهاية دون عقاد القادم. جميل. الحالي. انزين اليوم دكتور في موضوع مؤلم جدا، ويعني بصراحة
فكرت ان بطلة ما نبطلع الهواء بطلة ما نبطلع، ولكن لازم نتكلم فيه، نتكلم فيه خاصة انت جزء من هذا الموضوع، موضوع الاعتداء على المساجد. وصل الطرح والتراشق الطائفي الى الاعتداء على المساجد، مجموعة يدخلون الى مسجد ويكتبون عبارات مشينة ويتعدون على ام المؤمنين داخل بيت الله، مجموعة اخرى تروح الى مسجد فاطمة الزهراء عليه السلام وهو المسجد الذي تملكه ويقذفونها بالحجارة، التعدي على ام المؤمنين، التعدي على الرموز الدينية. اليوم مسجد القدس في القرين ولصاحبه سيد عدنان عبد الصمد ايضا يتعرض لهجوم من الفئتين، من الفئتين يا دكتور. صار الهجوم على بيت الله موضوع سهل. ايضا تلمسنا بالجلسة الاخيرة ان انتم في مجلس الامة ترون بان الحكومة مقصرة في هذا الجانب، وضح لي من المسؤول عن اللي قاعد يصير. لما يكون في نقاش في دواوين اقدر افهم، لكن لما يوصل التطاول على الرموز الاسلامية وعلى بيوت الله هذا الشيء اللي ما اقدر افهمه. طبعا انا يعني خلي اقول لك قضية مهمة جدا. اولا مهما كان هذا الموضوع يعني مؤلم ومحرج وخطير، نعم، انا اقول خلنا نتعاطى معاه بروح من المسؤوليه العاليه ولا يجرونا. انا حسب علمي يعني مسجد الصيغه فاطمه الزهراء في غرب الجليب تعرض الى اكثر من اعتداء، نعم، ولكن اخر اعتداء كان خطير وانا ما قدرت اسكت عنه، اللي هو تم تهديد حارس المسجد بالسلاح، وهذه يمكن خطوه كانت جدا يعني خطيره، وبالتالي تم التبليغ، والان الاخوه في وزاره الداخليه والجهات المعنيه يقومون بدورهم وان شاء الله يصلون الى الجنات. وايضا ما تعرض له مسجد مبارك الكبير في كتابه شعارات مسيئه جدا ومخجله وندينها يعني بشكل كبير بحق أم المؤمنين أو الصحابة أو الرموز الدينية، وهذه الآن وزارة الداخلية أيضا تتعاطى مع الموضوع. نعم. أنا أقول لنترك هذا الأمر لأجهزة وزارة الداخلية اللي لنا فيهم ثقة كبيرة، وأنا متأكد دكتور أنتم كنواب قاعد تصعدون، زملائك قاعد يصعدون وايد، هذه جزئية أنا جاي لك في هذه النقطة. أنا أقول أتوقع أن هذا عمل صبياني طايش، ويجب أولا الإسراع في القبض عليهم، ثانيا محاسبتهم محاسبة عسيرة، وحتى يكونون عبرة عليهم كلهم في كل الحالات، في كل الحالات، كل الحالات، وهذا هو صمام الأمام الوحيد. وأيضا النواب يا أخي لا تحشرون روحكم أزيد من اللازم، يعني كفانا بطولات وكفانا تسلق إلى يعني في هذا الموضوع اللي قاعد نقحم البدك ككل فيه. دكتور النواب يقطون اللوم على الحكومة ويقولون الحكومة مقصرة في دورها تجاه الوحدة الوطنية، وأنا أعتقد بأن الحكومة مقصرة. نعم، لا، النواب طبعا هذه مزايدات في 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 بعض الأحيان طبعا، وأنا ما أعمم، قد يكون مزايدات، قد يكون يعني تطلع إلى كرسي الانتخابات من جديد، قد يكون يعني استرضاء لعواطف مشاعر الناس على حساب ديرة. أنا أقول، أنا أقول نراعي الله سبحانه وتعالى ونراعي بلدنا، صحيح، ونراعي ونتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية ونتحمل كامل المسؤولية في كيفية التعاطي مع هذه القضية. نعم. جانب الحكومة، نعم، أنا اليوم أخاطب وزير الإعلام باختصار، أقول له يا معالي الوزير أنا أتحداك وأطلب أنه تغلبني في هذا التحدي، اطلب تقرير اللجنة الحكومية فيما يتعلق بملف الوحدة الوطنية وانشره بتفاصيله، وانا اقول لك انت يا عبد الله واقول كل القنوات الفضائية الكويتية لينشروا هذا التقرير عشان نعرف حجم الخطورة. شنو في مطلع عليه؟ عندك معلومات عنه؟ عندي معلومات عنه، ملف خطير جدا، خلى الناس تفهم وين رايحين احنا. شوف مؤشرات العصبية والقبلية والطائفية بالكويت واصلة معدلات قياسية، وتعال يجيب ناس خليه يقيمون لك وخليه يبحثون لك ويشخصون لك شنو أسباب المشكلة. وأنا أتوقع أن اليوم أكبر مسؤولية تقع على عاتق علماء الدين ورجال الدين، ليش ما يطلعون في وسائل الإعلام؟ كانوا موجودين معنا الدكتور محمد عبد الغفار الشريف والشيخ حسين المعتوم، كل واحد يحط النقاط على الحروف، والشيعي يقول انا احترم السنه ويا يا يا, يا طائفه الفلانيه احترموا اخوانكم السنه غصبا عليكم وهذا بلدكم جميعا، والعكس صحيح، ليش ما عندنا هذه الجرأة؟ الناس دكتور ما باتت ما تتقبل هالموضوع، لا تعتقد تتقبل بان اللي تتقبل يتكلم بهالموضوع يتغنى. لا 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 لا, لا, لا ما حد يتغنى. انا اقول لو كل واحد يكون عند مسؤوليته وكل واحد حتى لو ينظر شخصيا، نعم، من هذه القضية وطريقة طرحه، واضح، ليتحمل هذه التضحية، لأن البلد تستحق وككويتيين يعني نستحق بأن نكون في وئام وفي محبة وفي تعايش سلبي. واضح.
الموضوع اللي يعني خذ حيز كبير اليومين اللي فاتوا موضوع الإعلان عن انضمام الأردن والمغرب لدول مجلس التعاون. بكل اختصار دكتور حسن جوهر، كيف ترى هذا الموضوع وشنو رأيك فيه؟ أنا باختصار شديد أقول هذه قفزة إلى المجهول، وأنا متفاجئ كما متفاجئ الجميع. يعني إحنا في قضية اليمن، قضية اليمن، اليمن ظلت تلح سنوات إلى أن قبلت بصفة مراقب. الآن هذه القفزة، يعني لا أكو بعد إقليمي ولا أكو بعد استراتيجي ولا بعد سياسي ولا قواسم اقتصادية مشتركة، مع اعتزازنا واحترامنا ومحبتنا للشعوب العربية ككل، وإحنا ندعم أي تكامل عربي، لكن ليش ما يكون من خلال المواثيق، من خلال تعزيز الاتفاقيات الثنائية؟ سمعت المبررات دكتور، في مبررات كانت في هذا الموضوع؟ ما في أي مبرر. أنا المبرر الوحيد واللي أخشى أن يكون هذا هو المبرر، أن هذه فقط للاستعانة بالقوات الأمنية لهذه الدول لقمع الشعوب في الخليج. يعني غير هذا المبرر أنا ما أفهمه في الوقت الحاضر. ولذلك يعني اليوم ردة الفعل الفورية، سواء من صحافتنا، سواء من شخصيات، سواء من نواب، على اختلاف مشاربهم، يعني الكل متفاجئ والكل مصدوم بهذه الخطوة. احنا دول مجلس التعاون على الأقل خلنا نبدأ عملة خليجية ما قدرنا نسوي لحد الآن، تعرفة جمركية موحدة، إلغاء الحدود، ما قدرنا نوصل إلى هذه الطموحات الشعبية. نأتي إلى يعني عالم مجهول، ويعني هذه التوسعة اللي أنا أتوقع يمكن بعض منشطات الصحف كانت معبرة وصريحة جدا أن هذه بداية النهاية لمجلس التعاون، ونتأمل أن لا يكون ذلك، ونحن ضد هذا التوجه، وسوف نطلب جلسة خاصة في مجلس الأمة على الأقل لتحديد الموقف الكويتي من هذه القضية. واضح. نرجع قبل الختام إلى الاستجوابات. الدكتور حسن جوهر خالف يعني الكثيرين والكثير من المؤيدين يمكن، وذهب إلى قناعته في استجواب سمو الرئيس، وهذا كلامك كان واضح، وكنت معنا في نفس هذا الاستوديو ووضحت سبب تصويتك مع عدم التعاون. اليوم مرة أخرى سمو الرئيس في استجواب، وحتى الآن الدكتور حسن جوهر لم يحدد موقفه من استجواب أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري. ماذا اختلف من ذاك اليوم لليوم دكتور حسن جوهر؟ في ذاك اليوم كنت واضح وحازم وموقفك معروف ومعلوم، اليوم الدكتور حسن جوهر حتى الآن لم يتخذ موقف، ليش؟ أنا في الاستجواب الأخير لعلمك طبعا وكلها الكويت لم أعلن موقفي إلا في قاعة المجلس، ودقينا عليك وحاتيناك وما حصلنا منك ولا تصريح، وإن شاء الله سوف يكون لي موقف. أنا من الآن أعلنها، أنا غير راضي عن توقيت الاستجواب، التسرع في تقديم الاستجواب بعد جلسة القسم مباشرة، قضية عدم التنسيق بين الكتل النيابية، ترى هذه كل الأمور كانت متوفرة في الاستجواب السابق. قضية يعني الاستعجال، هذه اللي أنا ما أشوفها مبرر، وكذلك مع علم الأخوة المستجيبين اللي طبعا يعرفون معزتهم ومدى احترامي لهم ولقناعاتهم، ولكن يدرون أن مصير هذا الاستجواب إما يكون إلى التأجيل، أو يكون إلى أن يقبر في المحكمة الدستورية، أو أن تحويله إلى جلسة سرية وغيرها من هذه المبررات. أنت شو رأيك في موضوع المحكمة الدستورية؟ أنا راح أكون ضد تحويله إلى المحكمة الدستورية رغم تحفظي على التوقيت. لكن ضد التحويل إلى، أنا ما أنكر بأن الاستجواب فيه محاور قوية ومحاور مهمة وتستحق أن يكون فيها مساءلة، رغم تحفظي على التوقيت، ولكن قدم الآن ومن واجبي. أولا أنا أقول محاور مهمة جدا، أحد هذه المحاور، وإحنا لما نقول مرات الاستجواب للاستجواب، أحد هذه المحاور طرح الأخ عبدالله النيباري ضد ضيف الله شرار، ولحد الآن المشكلة عالقة والمخالفة قائمة. وبالتالي يعني إحنا أمام مواضيع في غاية الأهمية. ضد التحويل إلى المحكمة الدستورية؟ أنا راح أكون ضد التحويل إلى المحكمة الدستورية، ضد التحويل إلى اللجنة التشريعية، ضد التأجيل غير المبرر، ضد الجلسة السرية في الاستجواب، وعند إذن أقيم المناقشة، وإن شاء الله يكون لي رأي ينسجم مع قناعاتي ومع ضميري وعلى مادة الاستجواب. ماذا عن استجواب اللي يتكلمون عنه كتلة التنمية والإصلاح على خلفية التقصير الحكومي في التعامل مع أحداث البحرين والإضرار بالعلاقات الخارجية المفترض أن يقدم إلى سمو الرئيس؟ أنا ذكرت موقفي من هذا الاستجواب في وقته. أنا أتمنى بالفعل خلي يصير استجواب في هذا الإطار، خلى نكشف الحقيقة بأن ما تم إزاء البحرين في مخالفة دستورية
مخالفة للأعراف الدولية، مخالفة حتى للحس الأخوي في منطقة الخليج أن نشارك بقوات لقمح. هذا الكلام قال أبو عبد العزيز أحمد السعدون من نفس مكان. نعم، وإحنا ضد هذا التوجه، وبالتالي لحماية أنفسنا ولحماية الشعب الكويتي. اليوم أنا قلت لك إحنا متخوفين أن يكون توسع مجلس التعاون حتى يتم الاستعانة بقوات من غير الخليج لقمع الشعوب وضربنا داخل بيوتنا، وبالتالي احنا ضد هذا المبدأ. وحتى نؤكد، هذه فرصة راح تكون تاريخية، نؤكد بأن لا اتفاقية الدفاع المشترك ولا درع الجزيرة يعطي الحق لأن نستعين بقوات لقمع الشعوب الخليجية، وأنا أدعو أن في المقابل يكون التصالح مع الشعوب، تنمية الشعوب، طرح حقوق الإنسان أمام الشعوب، مشاركة الشعوب في الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات والديمقراطية، وليس العكس. وأنا أتوقع إذا صار هذا الاستجواب، ولو أن من الآن العنوان وكذا في حس يعني طائفي، ولكن هذه فرصة في نفس الوقت أن نعزز ونؤكد بأن اللي سوته الكويت ولم تذهب بقواتها لقمع شعب خليجي شقيق وانتصر لنا في أوقات المحنة، أن موقفنا كان صح وموقفنا يسجل التاريخ بأحرف من لون. نورك الله دكتور، شكرا جزيلا. تحدثت وختمت في موضوع الوحدة الوطنية. يمكن المشاهد يقول كل أسبوع تأكدون على هالموضوع، هذا ملينا. أنا أقول لا، هذا الموضوع لابد، ومن منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية أن نتحدث عن هذا الموضوع. مسفر الدوسري قال كلمات جميلة، قال كان البحر أزرق وكان الشير أخضر، وطبع الهوى حنين من رقته ينباس، والحب كنا دوم نلقاه وسط القلب، نلقاه في الشارع، نلقاه في الكراس، حتى شوارعنا كانت تعرف تحب، كانت حنان وقلب، كانت دفى وإحساس. يا حلوة قولي لي علام الديرة متغيرة وعلام الناس غير الناس. أنا أترككم في هذا السؤال، علام الديرة متغيرة وعلام الناس غير الناس. النفوس إن شاء الله تصفى وتهدى، ونبي هذا الموضوع يكون ذكرى. نتمنى إن شاء الله أن الأمور تهدي، الاستجوابات ولا غيرها أي ممارسة سياسية نتمنى ألا تؤثر على علاقات أبناء الشعب الواحد. نشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.